صرح السيد كمال بكير مدير إدارة السفاجة التعليمية بمحافظة البحر الأحمر أن مدرسة السفاجة الثانوية بنات حققت المركز الأول على مستوى محافظة البحر الأحمر بمسابقة أوائل الطلبة التي أقيمت منافساتها بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة. هذا وقد هنأ السيد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر الطالبات المتميزات ومدير وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وناشدهم العمل بجد حفاظا على هذا التفوق وتكرار ذلك في لائحة الشرف لأوائل الثانويات العامة على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام. يذكر أن عددا من أعضاء مجلسه النواب والشيوخ والقيادات الطبيعية ومؤسسات المجتمع المدني تبرعوا بمكافآت للمدرسة الفائزة.